مساء الخير عليكم يا جماعة. ويعني للمرة الثانية النهاردة أنا بلتقي بكم. بشكر جدا دكتورة إيناس على المؤتمر القيم اللي هي عملته ده، ودكتور رأفت بي الشير بيرسون مع دكتورة إيناس وكل الحضور. محاضرة كده صغيرة أنا موضبة ومش هاخد منكم وقت كتير، على السامي جلوتايد اللي هو أحدث إضافة نزلت عندنا، واللي حضر فيكم السنة دي الـ ADA فيرتشوال كان في جلستين كاملين عن ده، بس مش للسكر، للتخسيس، ومش سبونسر من حد، يعني مش بتاع كومباني. كان حلو قوي الكلام فيهم، يعني الواحد استمتع وهو بيتفرج عليهم في الـ ADA. وانا عرفت انزل المحاضرتين بالكامل، يعني قعدت على مدار كده ايه كل ما تتكرر اخد منها كام سلايد لما انزلها، ونفس الداتا تقريبا هي دي، بس الفرق ان هناك مش دايبتك. اوكي طيب، سامي جلوتايد ممكن بقى تيجي تشغله لي. لا معلش، عايز حد فيكم يجي يفك لي البتاع ده، ما بيقلبش. زي ما حضراتكم عارفين تايب 2 دايابيتس از ا مالتي فاكتوريال ديزيز. يعني ايه؟ يعني حاجات كتيره قوي في اورجنز كتيره قوي متاثره في تايب 2 دايابيتس. بمعنى البنكرياس في مشكله كده، فك خلاص. اوكي ثانك يو. البنكرياس في مشكله ما بيطلعش انسولين. الناحيه الثانيه برضو البنكرياس في مشكله، الجلوكاجون عالي. الناحيه الثانيه ان هو الهيباتيك جلوكوز برودكشن عالي، تكسير الدهن او اللايبوليسيس في انكريز، الابيتايت متلخبط، الانكريتينز اتلخبطت، الجلوكوز ري ابزوربشن حصل فيه مشكله فيه، والديكريز جلوكوز ابتيك. يعني حصل كذا حاجه مع بعض كده لخبطوا لنا الكنترول بتاع السكر. كنترول السكر عباره عن ايه؟ الارقام دي نمره واحد، زائد لايف ستايل نمره اثنين، زائد لما كنت بتكلم امبارح حد طلع لي عيب في حاجه اللي هو الهايبرتنشن والكوليسترول. احنا كنا بنتكلم على جلاسيميك كنترول، انما هنا لازم الحاجات دي تبقى محطوطه كلها. يعني اللايف ستايل بتاعك تظبطه وتعمل موديفيكيشن، زائد يبقى في حد يعرف يكلم العيان ويفهمه غيرك كمان اللي هم النيوتريشنست. لو قدرت اظبط الضغط، اظبط الديسلايبيديميا، وامشي على الريكومنديشنز بتاعت الاي دي اي بقدر المستطاع. الاي 1 سي يبقى كذا، فيزيكال اكتيفيتي على الاقل 3 مرات في الاسبوع، كل مره نص ساعه او 150 دقيقه بير ويك. بلاد بريشر بتاعك يبقى مظبوط 140 90 بتاع المريض ده، والدهون والترايجلسرايدز يبقى مظبوطه. طيب ديسبايت افيلابيليتي اوف نيومرس تريتمنتس، عندنا تريتمنتس كتيره قوي، دايابيتس ده مشكلة عندهم. ليه؟ يعني 9% من الداسز وورلد وايد بسبب السكر، 27% من الدايابيتكس عندهم كارديوفاسكولار كومبليكيشنز، مايكروفاسكولار كومبليكيشنز، 54% منهم عندهم مايكروفاسكولار كومبليكيشنز، و25% منهم هاف تايب 2 دايابيتس. فاكرين زمان لما بيقول لك من قبلها ب 10 سنين في حاجة شغالة في الجسم، وفي ماينر تشينجز بتبدأ تحصل في حتت كتيرة، وبعدين بتتجمع كلها وتظهر في شكل السكر at the time of diagnosis. already في مجموعة عندها complications، ولو سبتها ده اللي هيحصل. ده مش كده بقى، ال all cause mortality 80% اللي هي 1.80، ده لو انت ايه من غير السكر. حط عليهم السكر اتضربت في 2 2.32 بالحساب بتاع الاستاتستكس 240%. انت بتشيل الواحد وتاخد ال 80%. اوكي طيب، وات اباوت ذا نيو جي ال بي ريسبتور اجونست اند وات اباوت ات؟ نفس السلايد اللي احنا حطيناه المره اللي فاتت هي اتحطت تاني. اللي بيحصل ايه بقى هنا؟ البيتا سيلز بتاعت البنكرياس اتأثرت، الليفر اتأثر، لايبوتوكسيسيتي اتأثرت، البرين اتأثرت، البنكرياس اتأثرت،
بس هنا بقى الجي ال بي 1 بيحاول يعكس الايفكت. سكر عالي تنزل السكر، الجلوكوز اللي موجود عالي عايزين ننزله، الجلوكاجون عالي ينزل عشان السكر وهكذا. فالجي ال بي 1 بتقوم بالحكايه دي. طيب كل الجايد لاينز بتاعتنا يعني من 2020 و2021 بدات تركز قوي 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 على الجي ال بي 1، وبدات تركز قوي 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 على الادويه اللي انا اتكلمنا عنها، الدابجليفلوزين والامباجليفلوزين، بيشتغلوا على الكلى. ليه؟ لان بدا ياخدوا بالهم ان في كارديو فاسكولار ريسك وفي كارديو فاسكولار كومبليكيشنز لو موجوده مع العيان دي، كارديو بروتكتيف الحاجات اللي هم بيعملوها دي. اوكي، فاذا كان العيان ده عنده استابليش كارديو فاسكولار ريسك او عنده هارت فيلير او العيان ده هو كرونيك كيدني ديزيز، ات ويل بي ايديال ما نحطهم، يعني هينفعوا كويس قوي الادويه دي، وفي ايفيدنس انها بتعمل بروتكشن لهم. وفي نفس الوقت لو انا خايف من الهايبوجليسيميا او خايف من الاوبيزيتي، ات هاز ا رول لانها بتقلل الحاجات ديت. اوكي طيب لما جم يتكلموا كنا بنقول ايه زمان؟ كنا بنقول لو انت لقيت استابليش كارديو فاسكولار ريسك امشي على السكيدجول ده، لو ما فيش امشي على السكيدجول العادي. تمام، زي ما قلنا قبل كده الاستابليش كارديو فاسكولار ريسك 25% بس من الحالات، او من 30 حسب الترايلز اللي اتعملت، يعني ابتداء من 65% ما عندهمش، فممكن ان انت تمشي بالادويه العاديه والباقي عندهم. وبعدين لما جم بعد كده يتكلموا قال لك ايه؟ قبل ما تبدا، يعني انت في الاول لايف ستايل ومعاها ميتفورمين، بعد كده لو انت هتعوز ابدا بالانجكتبل ثيرابيز. ولما حطوا الانجكتبل ثيرابيز راحوا حاطين ايه؟ الجي ال بي 1. فيا سلام بقى لو انا عندي دواء هديه مره واحده في الاسبوع هيظبط لي الحاجات دي كلها من ناحيه الكومبلاينس بتاع العيان، هتبقى كويسه قوي. طبعا مع الادويه الاخرى. فنطوا حطوا الجي ال بي 1 قبل البيزل انسولين. يعني احنا كنا زمان بنعمل ايه؟ لايف ستايل، ميتفورمين، حط معاها دواء تاني سلفوناليوريا او اي حاجه افيلبل، ما نفعتش بيزل انسولين، ما نفعتش يبقى 1 دوز مع البيزل انسولين، وبعدين 2 دوزز، وبعدين 3 دوزز، وبعدين نبدا بعد كده بقى ايه نشوف. دلوقتي بقى عكسوها، قال لك الاول ابدا بالدواء الميتفورمين والادويه العاديه بتاعتك، ما فلحتش حط الانجكتبلز جي ال بي 1، لسه محتاج مساعده حط البيزل انسولين. لو كارديو فاسكولار ريسك ده الايديال، العيان ده هو عنده كارديو فاسكولار كومبليكيشنز، ذس از ذا ايديال. لو ما وصلتش للتارجت لاي سبب من الاسباب، ابدا بقى كمل 1 دوز 2 دوزز 3 دوزز ريجولار انسولين مع البيزل، وظبط نفسك بالتارجتس. يا جماعه ارجوكم يعني اوعى تضحكوا على العيان او الشركه تقول لكم حاجه وتمشوها، يقول لك اصل اوعى تاخد الدواء الفلاني عشان البنكرياس هيبوظ. مش عايز اسمع كده. يعني انا اسيب العين 6 سنين على دي بي بي 4 ولا على دواء والاي 1 سي 12 ولا 13؟ ذس از يعني تربل. يعني انت المفروض كل 3 ل 4 اشهر ايفالويت، والاي 1 سي التارجت اللي انت شايفه اظبطه وصله له، ما تجيش تقول لي اقل من 6 ولا اقل من 7، لا هو كان كام وتنزل عنه قد ايه؟ الله ده انا عملته بعد 3 اشهر نزل بقى 12. 12 دي عاليه؟ لا دي كانت كام قبل كده؟ دي كانت 16 او 17. مش نكمل 3 اشهر ثانيه نزل بقى 9. ما اجيش اقول 9 عاليه، لا هتنزل معايا بالتدريج وهتابعها بقى بالتدريج لحد ما تتظبط. وطبعا البطل الجديد اللي نزل في القصه اللي بنتكلم عليها النهارده السيميجلوتايد ده، الجي ال بي هيومن موليكول، اول واحد نزل جي ال بي 1 لو تفتكروه كان نزل مع شركه ليلي البيتا. الدواء ده كان سيء للغايه. ليه؟ التغييرات اللي كانت في الموليكول كانت قليله، هنا التغييرات قليله، التغييرات كتير قوي. كان مغير مثلا حوالي مش عارف 15 ولا 16 امينو اسيد عن الطبيعي، فدي كانت بتجيب سيفير نوزيا وتعب رهيب للعيان ما بيستحملش. انما هنا التغييرات حصلت فيري ليميتد، سبيسر او حته فات اتحطت في مكان، وغيروا يا دوبك كده ايه يعني تو موليكلز في الجي ال بي 1 عشان يبقى سوتبل وكويس.
اوكي. طيب ايه بقى اللي حصل؟ سيمي جلوتايد ده اللي هو الاوزيمبيك لما اتحط وبيقارنوه بالحاجات التانية وجدوا ان هو الكيرف اللي فوق ان هو بيزود الفيرست فيز انسولين سيكريشن والسكند فيز انسولين سيكريشن، يعني ليه رول ان هو يعدل البنكرياس. اوكي. وبرضو ايه وات داز ات دو؟ زي اي جي ال بي 1 بس الفرق انه وانس ديلي والسايد افكت وانس قصدي ويكلي والسايد افكتس بتاعته اقل. بتزود الانسولين سيكريشن من البيتا سيلز، بيقلل الهيباتيك جلوكوز يعني اوتبوت، بس لازم العيان ده يبقى البنكرياس بتاعه شغال وديبندنت، يعني ما تجيش تقول لي في تايب 1 دايابيتس، نو ما ينفعش، اتس نوت ا جلوكوز ديبندنت مانر. بيقلل الانرجي انتيك والفود كونسامبشن والبادي ويت، بيسد النفس وبيعمل شويه حاجات كده تظبطها. وبعدين ليه رول في البوست برانديال؟ البوست برانديال بلاد شوجر برضو ات هاز ا بيج رول ان ات. طيب وات اباوت اول حاجه جلايسيميك كنترول؟ عملوا وهم بيعملوا ستاديز، عملوا مجموعه من الستاديز سموها ساستين. انا يهمني ايه؟ جربوه على الناس النايف ما خدوش دواء سكر او الخانه، جربوه على الناس اللي بياخدوا 1 اورال دراج او سنجل اورال، جربوه على المالتيبل اورال، وجربوه مع الانسولين، كلهم اتجربوا. والنتائج بتاعته الحقيقه كانت ايه؟ ابو ازرق غامق ده هو السيمي جلوتايد الدوز الستاندرد ال 100. الفاتح النص الازرق فاتح، بصوا كده بقى هنا لما قارنوه مع الهيموجلوبين اي 1 سي، يوطي الهيموجلوبين اي 1 سي، قارنوه بايه؟ السيتاجلابتين والانفوكانا. وجدوا ايه؟ الازرق ده نزل مره 1.6 ومره 1.5، الاي 1 سي نزل. اوكي؟ فده كده بينزل. بعد كده اهو لما جربوه مع اخواتهم اللي هو بقيه الاكزينتايدز، الاولاني بيتا، الثاني ترونيسيتي، والثالث فيكتوزا. جربوه معاهم كلهم وجدوا ايه؟ الكحلي اكتر واحد فيهم. حتى مع الديلا جلوتايد اللي هو الترونيسيتي نزل 1.8. بصوا بقى التانيين كلهم واحد ناقص واحد ناقص 1.4، فاعلى واحد فيهم ده. وبعدين جربوه كمان مع الدواء بتاع سانوفي اللي هو ايجلار اللي هو بيستعمل مره قبل الغداء. اوكي؟ بصوا بقى هنا يعني ايه؟ اللي بالاخضر ده 0.8 اللي نزل. اوكي؟ من البيز لاين. 1.6 مع السيماجلوتايد و 1.2 برضه هو السيماجلوتايد اللي هو الاوزيمبيك بس على الدوز الاقل. بعدين عدد الناس اللي اتشيفت البيز لاين اللي اتشيفت يعني كنترول ذا نمبر اوف بيشنتس، جربوه مع سيتاجلابتين بالمقارنه بيهم ومع الانفوكانا بالمقارنه بسيماجلوتايد. اوكي؟ هنا بيتاخد كل يوم وهناك 1 انجكشن بير ويك. برضو اللون الازرق عدد العيانين 78% مع السيتاجلابتين قصاد 69، يعني فرق كبير. ومع الانفوكانا اكتر. والخانه اللي تحت اللي وصل بقى ايه لستة اي 1 سي بعد العلاج 66% و53% بالمقارنه. لما يعني مع اخواته بقى الثلاثه مع البيتا طلع ان هو 67 وصل ل 7.1 A1C، واللي وصل ل 6 47 عيان. ومع بقيه الحاجات الملحوظه ايه؟ كل الكحلي جايف بيتر ريزلتس مع سيماجلوتايد وانس بير ويك. وبرده نفس القصه مع الدواء بتاع سانوفي الجديد الايجلار، برده الريزلتس كانت كجي ال بي اللي وصلوا التارجت في البيزل 7 واللي وصلوا 6 مع الجي ال بي طلع احسن واحد فيهم السيماجلوتايد في الدرجه دي في الترايز دي. طيب وات اباوت ذا بنفيتس؟ عملوا ايه؟ بداوا يشوفوا جابوا عيانين كتيره، العيانين دول دايابيتك وبعدين فوق ال 50 سنه، وبعدين كان عندهم كارديوفاسكولار ريسك وفي مجموعه تانية ما عندهاش.
وبعدين كانت الفكرة كلها بيجربوا التركيز الخمسين والتركيز المية في العينين دول من ناحية السكندري والبرايمري بريفنشن اوف كارديوفاسكولار ديزيز او كارديوفاسكولار ريسك. سكندري معناها ايه؟ الوفيات نتيجة هذا المرض البرايمري الاول، معاها النون فيتال مايوكارديال انفاركشن، ومعاها النون فيتال ستروكس. والسكندري بريفنشن كل واحد فيهم مفصصينه لوحده، ده بيأثر عليه ازاي وده بيأثر ازاي وده بيأثر ازاي. في البرايمري اوتكمز لقوا ايه؟ الكارديو از هول البرايمري اوتكم اللي هي الثلاثه الكبار كارديوفاسكولار ديث، نون فيتال مايوكارديال انفاركشن ونون فيتال ستروك، قللها 26%. اوكي؟ وبعدين مع النفروباثي قدر ان هو يقلل البروجريشن او الافكشن بتاع الكيدني ب 36%، which is very good مع الكرونيك كيدني ديزيز. طب وات اباوت البروبلم بتاعت الويت لوس؟ فيري جود ريزلتس هنا برضو. الكحلي اكتر واحد فيهم نازل لما قارناه بالاورال سيتاجلبتين وانفوكانا، وبعدين لما قارناه باخواته عملوا ايه بقى؟ الاكزانيتايد والدولاجلوتايد، يعني الاثنين. يعني انا مثلا ايه الدولاجلوتايد اللي هو الترولستي اللي بيتاخد مره في الاسبوع، وصل يعني الترولستي نزلت 3% بس، الثاني ناقص 3 انا اقصد، الثاني نزل ناقص 6.5، يعني اتس مور باورفل بالكحلي عن بقيه الحاجات. وبرده هنا بقى يعني ايه السلايد دي غريبه قوي، مع الدواء بتاع سانوفي الايجلار زود الوزن بالاخضر لفوق، وبعدين مع النص وتركيز المية 0.5 و100 نزل واحد فيهم 3.5 والتاني 5.2 هيموجلوبين اي 1 سي. وات اباوت ذا كلينيكال ابلكيشن؟ انت عندك ثلاث الام، بتبدا بالالم الاولاني الربع ده، الالم الاولاني ده فيه 6 دوزز مش 4. اوكي؟ كل دوز، كل تكه بدوز، كل مره 25، كل اسبوع هتدي دوز. ولو عايز تطول شويه الفتره اللي بتبدا بيها قبل ما تقلب على ال 50 عندك 2 اديشنال دوزز في الالم ده. اوكي؟ بعد كده هتقلب على ال 50 مره كل اسبوع دوز. والله لو ال 50 كانت كفايه والعمليه يعني كنترول خلاص هنقف عليه، مش كفايه هنطلع على الواحد ونكمل. هي فكره ان انت يعني ايه ان انت يعني يكون حاجه وانس ويك، الفكره حلوه قوي، واذا كانت سعرها في المتناول تبقى احلى كتير قوي. اوكي؟ طيب سؤال بقى يجي يقول لك انا اصلي في جرعه نسيتها، معاك براح 5 ايام من الجرعه اللي انت نسيتها، هي ميعادك الجمعه، ممكن تاخدها السبت، ممكن تاخدها الحد، ممكن تاخدها الاثنين، بس ما تقربش بقى عن الجرعه اللي بعديها. طيب في اشكال الالام المختلفه، اوكي؟ اللون الرمادي والاحمر والاخضر، بنبدا بالربع بعدين النص وبعدين الفول دوز. طيب وات اباوت الاوفر فيو بتاعي؟ بتديني كونسيستنت جلايسيميك امبروفمنت، بيحسن العيان. اوكي، سيجنيفيكانت ريدكشن ان ذا اوفر اول ريسك بتوع الميجر كارديوفاسكولار ايفنتس، يعني بتدي كارديو بروتكشن 26%، وسوبيريور عن كل اخواته الجي ال بي هات في الويت لوس سوبيريور، واحنا مستنيين لما ياخدوا الابروفل عشان نستعمله كمان في يعني الاوبيزيتي والاوفر ويت، متهيألي كده هيبقى هايل مره في الاسبوع ديت. طيب نيجي بقى ايه لبعض النقط الصغيره، يعني احنا دايما بنبقى متخوفين دواء جديد، طب الدواء الجديد ده نعمل فيه ايه؟ نديه ازاي؟ نستنى ولا ناخده؟ كل الدراج ترايلز اللي اتعملت بره وكل الاكسبرتيز او الاكسبيرمنتس اللي اتعملت بيقول انه مور سيف ذان الجي ال بي التانيين. يعني انا مره من المرات في احدى المستشفيات عيان جه وكان من كتر ما هو برجع وديهايدريتد وتقريبا سامي كوماتوز، كنت انا ومعايا حد تاني في مستشفى ايمننت واقفين، وكان هو كان حاضر معانا بس مشي، فبيقولوا دي حاله طوارئ وده راجل بوزيشن بتاعه كبير قوي في البلد، وهيعملوا له عمليه اكسبلوريشن لبطنه
وجراح عشان يشوف ده تقريبا فقد الوعي وبيرجع مش عارف يعمل حاجه. دكتور زميلي ربنا يمسه بالخير كان قاعد معانا ومشي دلوقتي، قال لي بقول لك ايه، هو اسمه ايه ده؟ هم قالوا لنا يلا ننزل. فقال فلان الفلاني وبوزيشن جامد قوي، جه سياديه. فمره واحده قال ايه ده، ده احنا ادينا له بيتا من اسبوعين. الافندي كان بياخد الحقنه مرتين مش مره واحده بير دي، ودخلت الى درجه ان العيان تعب جدا، وكانوا لولا ان في حد وفي فايلنج سيستم في المستشفى كانت فتحه واتبهدل. وانس ديلي فور كنترول اوف دايابيتس، طبعا مع الريجيمنتس مع حاجات تانية هتتحط ان ذا جايد لاينز ويل بي فيري جود، فيري فيري جود تو يوز ات. هتبدا بالميتفورمين العادي بتاعنا، وبعدين نبدا بالاورال لو احنا عايزين او اي حاجه موجوده، وبعدين ما فلحناش هنحط ده او متفورمين وهنحط ده، ونمشي بقى اكوردنج تو ذا جايد لاينز ايه اللي هنحطه وايه اللي هنشيله. اتمنى الابروفال يجي على الاوبيزيتي، واذا اي حد فيكم ليه بقى اكسس على الاي دي اي الحاجات اللي متسجله شوفوا الريزلتس اللي كانت نازله كانت مارفلس. وبرضو بقول مره تانية ما كانوش دايباتيك، يعني كانوا احنا طبعا لحد دلوقتي بنقول ايه، بنستعمله في الدايباتيك في الدايباتيك في الدايباتيك لحد ما يعني الابروفل في بلدنا تنزل ان احنا نقدر نستعمله في حاجه تانية. بس فكره ان انا ادي وانس ويكلي از فيري جود، وكمان 500 ولا 600 جنيه ارخص من رايفلز احسن، وكمان بيتر كنترول في الويت والاي 1 سي احسن واحسن. بس ارجع اقول مره ثانيه provided that the patient can afford it. And thank you very much. Thank you very much, Professor Omar. This new medication may have a good establishment in the Egyptian market. الحقيقة إن هو كونه إن هو